إذن أعزائنا متابعي قناة هضاب تي في، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اليوم رانا مع ميكروفون هضاب متواجدين بمنطقة سياحية بولاية طيف غنية عن التعريف، الناس كل يجيوها، الناس كل كامل تزورها خاصة في فصل الصيف، فصل الربيع، موسم الصياف، ألا وهي منطقة الواد البارد كما راكم تشوفوا فيها الشلالات ورايا. أمامي العائلات راهم يجيو ويرفعوا عن أنفسهم بعد ممكن نقولوا موسم دراسي طويل، بعد ممكن موسم اجتماعي طويل. رانا هذه الأيامات تم افتتاح الموسم، موسم الصياف عفوا بشكل رسمي. إذا حبينا نجيو ومن منطلق أن نروجوا للسياحة المحلية وخاصة في ولاية سطيف. اليوم جينا ضربنا طلة في الواد البارد، تابعوا معنا مجريات خرجتنا منطقة الواد البارد اليوم، ابقوا معنا. محلي ريستورون لهنا، اكل خفيف واكل اكل خفيف، اكل المهم فاست فود على كل حال. قد عندك انت لهنا؟ دوكا عندي كنت عامين لتحت وذاك السنه العام الاول هنا. ايوا كيف راهي الحاله لهنا؟ كيف راهي اسكو كاين المهم من جهه الامن الحمد لله كاين الامن، من جهه السواح يجيو لنا من جميع منطقه، كيما نقولوا حنا الناس هنا كيما نقولوا حنا كل واحد كيف راهو يستقبل في الناس. كامل الولايات ماهيش غير ولاية طيف، عندنا 58 ولاية راهم يجيو لنا. البارح جاونا مغردية بيتين هنا والحمد لله ما خصهم حتى حاجة، الأمن كاين نشات في الليل على 12 تاع الليل الأمن راهو يدور. فيها تكون الانطباعات تاعهم تعجبهم المنطقة؟ والله الانطباع كيما نقولوا ما كانش ما تعجبوش المنطقة الطبيعية، كيما نقولوا الطبيعة خلابة على كل حال، كاين شلالات كاين كيما نقولوا حنا مناطق كيما نقولوا حنا المهم يقعد الواحد يستالي على زوجته. والحمد لله كاين من جهة الناس كيما نقولوا حنا كل واحد كاين احترام، كاين جميع حاجه كاين هنا. اذا جو عائلي محترم لهنا؟ جو عائلي كيما نقولوا حنا بمعنى الكلمه، الحمد لله اللي يجي لهنا يروح عادي كيما نقولوا حنا مصطلح احترام كاين جميع من طرفين على كل حال. سقسيك انت كصاحب مطعم لهنا لربما هي مشهوره بين الناس والله بين المجتمع الجزائري، يقول لك هذو اللي حالين في المناطق السياحيه ولا اسمه في موسم الصياف والله في المواسم هذه تاع العطل، خليني نقولها لك بالمصطلح العامي المفهوم اللي يفهموه جميع الناس، يقول لك يبروفيتيو يزيدوا في ليبريك يزيدوا لانه يخدم غير الموسم هذاك. اسكو كاين منها ما كاينش منها؟ حنا اكلوا حال كيما نقولوا حنا الماكله على كل نبيعوا كيما لي ريستورون عادي، لي بري ما راناش نزيدوا فيهم والحمد لله. راهم لي برونشات كيما نقولوا حنا كل واحد قام يبيع فيه 3000 3500، لي برونشات عادي ليموناد رانا نبيع في 15000. اذا يدير سكالوب شو سكالوب؟ 3000 سكالوب. لحم؟ اللحم راهو يبيع 6000 فرانك. مثلا لي فري طوميت 20000، لي بلا حميص 20000، لي سالاد الاخر 20000، لي بلا عادي لي بري راهم عادي نهائي ما كانش من هذه يعني نبروفوتي. ولا احنا اصلا منا من المنطقه هذه تهجرنا في العشريه السوداء، من بعد ولينا عاودنا عندنا مده 10 سنين دوك احنا في هنا في اسمها انت ولد المنطقه؟ ولد المنطقه. احكي لنا شويه على المنطقه. يعني منطقه سياحيه بالنسبه للمصانع هكذا والله ما فيهاش يعني تاع تلويث المنطقه هذيك والله ما فيهاش، مازالت كيما نقولوا طبيعه حيه. مازالت طبيعه حيه كي بكري هي هي. وبالنسبه للمنطقه هذه تاع العناصر هذه جديد، الشعب اهل المنطقه هما اللي راهم قايمين بها هنا، يعني ما بالنسبه للبلديه يعني ما دعمت والو بويسكي هنا ما قال لك مازال ما صنفوهاش في السياحه. صافي يعني تسمى اهل المنطقه هما اللي راهم يروجوا السياحه وبصفه هما سفراء المنطقه. صافي كامل هذا الاعمال وهذا كيما نقولوا لي تيندا وهذا اسمه كامل من صنع ايادي واحد راه خادم، كل واحد راه خادم المطعم الخاص اللي هو بدراهمو في رزقه وفي كلش. احكي لنا على الامن، احكي لنا على توافد الزوار لهنا، يجيوكم من كافه الولايات مش غير ولايه سطيف. بالنسبه للزوار يجيونا من كافه الولايات وما من الدول، البارح جاونا ناس من تونس، البارح جاونا ناس من ليبيا. يجيونا هنا ثاني من ليبيا من تونس. بالنسبه للجزائر ثاني البارح تعشوا هنا ناس عندنا من غردايا، البارح جو ثاني من جانت ويجيو ثاني سواح الله يبارك. كلش متوفر الاكل بانواعه، عندنا 10 تاع لي كاركوتي هنا، 10 ريستورات هنا، يعني المنافسه راهي هنا منافسه صح. بالنسبه للنظافه للنوعيه للاسعار راهي حسن استقبال حسن استقبال. من الاخر احنا رانا هنا سفراء المنطقه، اللي يجي لهنا يروح راضي يروح راضي مرتاح مرتاح.
من ناحيه الطبيعه ومن ناحيه العبث. الطبيعه ومن ناحيه الامن، بالنسبه للامن اهل المنطقه هم اللي هم قايمين به. عمي سعد، قلت لي رغم انه المنطقه سما يقصدوها بزاف ناس من السياحه للترفيه الى اخره الى اخره، لكن نتوما كما نقولوا كاين عندكم بعض النقائص، هذا وين كنت تحكي لي؟ كاين نقائص. ليه هما؟ كاين نقائص مثلا كيما التريسيتي. من راكم جايبين تريسيتي؟ كهرباء معنا دوك هنا، رانا جايين من البوست تاع خاص بالماء. مضخة تاع الماء. مضخة تاع الماء. ايوا. هما دوك هنا نهار يعودوا يضخوا الماء جديد يكوبيو علينا التريسيتي. كاين الناس مثلا هنا اصحاب مطاعم هنا جديد يطيشوا حوايج. يتورنيو لهم الحوايج. يتورنيو الحوايج هنا على جال دوك التريسيتي ما كانش. تمنوا السلطات اللي تقدم. قد ايه المدة اللي يكوبيو فيها؟ مدة الضخ حتى يتملى للخزان تاع الماء مدة 4 سوايع 5 سوايع، وفي بعض الأحياء مثلا احنا مثلا هذو اللي راهم رابطين كل منا فيها مثلا توقع مثلا شرارات كهربائية هكذا ثم ولا حاجة يصوطي الكونتور صافي تبات لي يكون الضغط بزاف. كيكون الضغط بزاف جديد يصوطي الكونتور تاع التريسيتي يبات اللي في الجدار كله طافيين، رغم أنه تسمى البوطو تاع التريسيتي هاو قريب منا، يقدر مثلا يجيبوا مثلا زوج بوطوات ثلاثة يوصلوا التريسيتي هنا وتولي كلش طريقه قانونيه، يديروا كل مثلا كل واحد يدير العدد الكهربائي تاعو، ونقص ثاني مثلا الطريق مثلا نقص شوي. ايوه. السواح مثلا هنا كاين عندنا اجانب هنا يجيو مثلا يشكيونا شوي من الطريق هذه، وكاين ثاني بالنسبه للهاتف الشبكه الاخر ما كانش هنا دوك الريزو، ما كان لا اريدو لا جيزي لا موبيليز ما كانش، هما كانوا قادرين يديروا لشتا اونتيل واحد جديد هنا عندنا مثلا لشتا الشريحه واحده مثلا ما على باليش انا واش خاطر دوك هنا مثلا يجيونا اجانب يحوس يفهم مثلا يحوس يعيط البلاصه مثلا يحوس مثلا قال روحوا تلقوني في البلاصه الفلانيه بالنسبه للواد البارد هنا جديد ما كانش الرزق. قلت لي ثاني كليراج بيبليك. الكليراج بيبليك ما كانش، دوك تعشي العشوه جديد هكذا تغرب الشمس تروح جديد الناس تبدا تروح، هما الناس بغاو يصغروا بصح الطريق كومبلي مثلا من مقر البلديه الى غايه هنا، لا ماشي من مقر البلديه الفوق شويه قد حتى لهنا ما كاينش الكليراج، الناس تخاف على روحها. وكان مثلا كاين هنا الكليراج هنا في الاخر في المنطقه، الناس حابه تسهر 12 تاع الليل الوحده تاع الليل وتروح. صافي هذا هي ناقصين نقائص مثلا كهرباء قلنا الكليراج قلنا بالنسبه للهاتف ناقصين حوايج هذو هنا. يعني حوايج يعني يقدروا يديروهم قادرين يديروا حوايج يعني ما تكلفوش. مثلا كيما التريسيتي قلت لك قريبه من هي مثلا زوج بوطوات ثلاثه تلحق. بالنسبه للهاتف كاين بلايص هنا مثلا قد من البلديه اللي هنا كاين تطلع هنا ما كاينش ريزو، تفوت من هي كاين ريزو، هما كاين حلول عندهم. كيف حركتوا انتوما طالبتوهم؟ طالبناهم وقداه المره هما يحوسوا مثلا نلموا، قال لك لازم تلموا للتوقيعات باللي تاع ناس جاوا من وهر الناس من عنابه ناس هذه جديد، كيف راح تلم الناس جات تحوس ولا تسنيه هنا البطاقه تاعها ولا